أهلا بحضراتكم من جديد. كل جماهير النادي الأهلي منتظرة مباراته غدا مع الترجي التونسي، والجماهير كلها أحلام وأمال كبيرة أنها تصعد لنهائي بطولة أفريقيا. والحقيقة أنه بعد الفوز بالسوبر وبعد الحديث كمان عن الأزمات اللي بيعدي بيها الترجي التونسي وأن المباراة من غير جماهير والغيابات وحديث عن عدم رضا عن المدرب الترجي التونسي نبيل معلول، فالجماهير الأهلية المصرية بتمني نفسها بالصعود لبطولة أفريقيا، وزي ما الأهلي عودهم فالحقيقة أنه يعني هم منتظرين هذا الفوز غدا، وكل الأنظار بتتجه غدا لتونس والجماهير الأهلوية كلها أمل أنها تتخطى الرجاء التونسي غدا وتصل للمباراة النهائية اللي هتكون قدام الفائز من مباراة الوداد وسان داونز. نروح مع حضراتكم دلوقتي للناقد الرياضي محمد جمال ونتعرف منه كده على آخر استعدادات النادي الأهلي غدا، ويعني لو تقولنا كده إزاي ممكن النادي الأهلي بكرة يتخطى الترجي التونسي ويصل للنهائي. مساء الخير عليك، اتفضل. مساء الخير عليكم طبعا، واكيد في البدايه ماتش كبير جدا، ماتش مهم. مش عاجبني بصراحه قصه يعني بعض الجماهير كده بتقلل من قيمه الترجي التونسي. مباراه كبيره جدا، مباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن الاهلي كنت مع حضرتك قبل كده قبل مباراه الاهلي والرجاء، وقلت لك ان النادي الاهلي الموسم بتاعه ناجح جدا بشكل كبير، مصدر الدوري بفريق كبير جدا عن اقرب منافسيه، بطل لكاس مصر، اصبح كمان بطل لكاس السوبر المصري، وصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي، كان واخد منهم بطولتين، والمره الثالثه وصل الفاينل قدام الوداد وخسر. فاظن النادي الاهلي محتاج ان هو يظل باحترام جميع منافسيه على الرغم بقى من اي ظروف يتواجد فيها الترجي. اكيد هنتكلم على ظروف الترجي، يعني نتكلم ان الترجي عنده اكتر من 8 غيابات مؤثره عن تشكيله الاساسي. يمكن الفتره اللي فاتت كمان الترجي مش ماشي بشكل كويس. انت بتتكلمي على خساره امام الافريقي التونسي، قبلها خساره على يد الصفاقسي واللي بيقوده الكابتن حسام البدري المدرب الوطني المصري، بتتكلمي على نتائج متذبذبه بشكل كبير جدا. يمكن حتى كمان صعد لدور نصف النهائي بمباراه كانت فيها مشكله كبيره جدا قدام شبيبه القبائل الجزائري، مباراه كلفت ان هو كمان هيلعب مباراه النادي الاهلي في تونس وفي القاهره بدون جماهير، خاصه مباراه رادس. فاحنا بنتكلم على قسم هو خصم كبير جدا في افريقيا، ولكن يظل اكيد العوامل دي كلها تكون في صالح النادي الاهلي، ولكن كيفيه استغلال مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي في مباراه بكره هي اللي هتحدد بشكل كبير جدا انت سهلت عليك اللقاءين ولا لا. انت دلوقتي بتتكلم على مباراه في ملعب رادس، دايما ملعب محبب للنادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بيحقق نتائج ايجابيه جدا قدام الفرق التونسيه في رادس، خاصه الترجي التونسي. يحتاج النادي الاهلي التركيز انه يلعب بكل قوه في مباراه الذهاب، لانها اللي تسهل له بشكل كبير جدا مباراه الاياب في القاهره ان شاء الله يوم الجمعه كمان اللي بعدها. لكن دايما الترجي يعني او غالبا يعني نتائجه ايجابيه على ملعبه، نتائجه بتبقى ايجابيه على ملعبه، ولكن النادي الاهلي بيقدر يكسب، والنادي الاهلي لما بيبقى محتاج يكسب في رادس كان بيكسب. فالنادي الاهلي دايما بيبقى حتى لو نبص حتى لو فوزين او ثلاثه او اربعه في رادس، دايما الفوز ده بيكون النادي الاهلي محتاجه عشان يتاهل. لو 2002 نفتكر كابتن سيد عبد الحفيظ، نفتكر حتى في 2021 وهدف محمد شريف، قبلها مباراه جونيور اجاي وعلي معلول، دايما النادي الاهلي في رادس بيتفوق في المباريات اللي بيبقى محتاج انه يفوز بيها. فيظل النادي الاهلي مباراه نصف النهائي بكره مباراه مهمه جدا. يمكن الترجي غاب عنه ثلاث لعيبه انا بشوفهم هم الابرز من الثمانيه او العشره. احنا بنتكلم على غيلان الشعلالي لعيب في وسط ملعب محترم جدا، بنتكلم على حمدو الهوني طبعا لاعب ايضا مميز جدا، بنتكلم على هاني عمام، بنتكلم على رياض بن عياد، محمد ابو دريق اللي هو الشهير بشراره، بنتكلم على غياب بقى طبعا رائد بوشنيبه وملك المهري وزين الدين ساسي وغيث الوهابي، دول منضمين لمنتخب الشباب اللي هيروحوا ان شاء الله منافسات كاس العالم في الارجنتين. فاحنا بنتكلم على غيابات كتير جدا، حتى اخرهم معز بن شرفيه الحارس اللي اتصاب في بطوله الدوري قدام الافريقي، غيابات كبيره. ويمكن نبيل معلول بيلقى انتقادات كبيره جدا في تونس والانتقادات واسعه، ولكن هيظل ان هي مباراه اظن ان نبيل معلول اول كلمه بيقولها لعيبته دلوقتي قبل مواجهه النادي الاهلي ان هي المباراه اللي تقدر ترجع الترجي تاني للطريق الصحيح قدام جماهيره. عشان كده لازم النادي الاهلي يمتص رغبه الترجي في التسجيل مبكرا، يمتص ضغط الترجي في بدايه المباراه عشان يقدر ان شاء الله ان هو يتخطى اللقاء فائزا باذن الله في تونس عشان يقدر يسال عليه المباراه في الاياب باذن الله. طيب التشكيل المتوقع من وجهه نظرك اللي هيدخل بيه كولر هذه المباراه؟
انا متعود دايما اقول التشكيل اللي بيبقى صح ان شاء الله يعني، ومن معلوماتي يعني في تونس تشكيله النادي الاهلي بكره كالاتي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، ظهير ايسر علي معلول، ظهير ايمن محمد هاني، اثنين في قلب الدفاع هيكون موجود فيهم طبعا محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم اللي هيرجع تاني في حته قلب الدفاع، وسط الملعب هيكون مكون من الثلاثي متولي كده هيريحوا المباراه دي عشان اللي حصل في مباراه السوبر. المعلومه اللي عندي ان كولر حابب ان دايما متولي جاهز 100% ولكن طبيا، ولكن هو سافر مع الفريق، لكن سافر مع الفريق بشكل طبيعي، لكن الحديث عن ياسر ابراهيم بجوار محمد عبد المنعم. وخلي بالك يمكن كولر من المدربين اللي ما بتديش اللعيب المباراه غير لما بيكون جاهز 100%، مش 100%. فده بالنسبه لخط الدفاع. خط الوسط يمكن هو دايما يبقى فيه الاختلاف الوحيد. الثلاثه اللي لحد اللحظه دي يمكن كولر استقر على وجودهم هم اليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه، ولكن يظل ان عمرو السوليه خيار مهم جدا بعد رجوعه من الاصابه، ولكن انا بقول الثلاثه الاقرب حتى اللحظه دي هم حمدي ومروان واليو ديانج، والثلاثي الامامي هيكون موجود بيرسي تاو على اليمين، احمد عبد القادر على الشمال، وكهربا في خط الهجوم. يمكن بشكل كبير جدا حسين الشحات مش هيكون موجود في التشكيل الاساسي بسبب تجدد اصابه ليه خلال الايام اللي فاتت، ويمكن مش جاهز 100%. يمكن اكيد لو الاهلي احتاجه هيلعب، ولكن هو مش جاهز 100%. وكولر زي ما قلت بيفضل دايما ان يكون عنده اللعيب اللي جاهز 100% عشان يقدر يديله اللي هو عاوزه خلال المباراه. بكره هتكون في تعليمات من كولر، مش بس ان هو يدافع او انه ينزل محافظ على هدف، اكيد محافظ انه ما يدخلش بيه اهداف، ولكن كولر عنده بكره خطه للهجمات المرتده، وهنشوف طريقه لعبه مختلفه تماما عن مباراه الرجاء في مركب محمد الخامس في المغرب. مباراه مختلفه عن الرجاء بمعنى انه هيهاجم اكثر ولا هيدافع اكثر من وجهه نظرك؟ لا، هيهاجم اكثر. الرجاء يمكن الرجاء الفتره دي مستواه قوي، مستواه مميز، مستواه كمان بتلعب قدام جماهير كبيره جدا في مباراه انت فايز في استاد القاهره 2-0، فكنت محتاج في مباراه الاياب انك على الاقل ما تدخلش فيك اي اهداف. ولكن مباراه الترجي في تونس مباراه تفاصيل صغيره، الاهلي محتاج في كل هدف هيسجله في تونس انت في المقابل مستني ان الترجي يسجل في مرماك في القاهره هدف واثنين قدام جماهيرك اللي هتبقى غفيره جدا في استاد القاهره. عشان كده النادي الاهلي بكره بيفكر قد ايه يصعب مهمة الإياب على الترجي بالتسجيل في مرمى الترجي في تونس. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال على وجودك معنا النهاردة، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي غدا أمام الترجي التونسي والصعود بإذن الله لدوري أبطال أفريقيا، لأن هذا النهائي اللي كنا بنقول لحضراتكم اللي فائز من مباراة الوداد وسان داونز هيلتقي بالفائز من مباراة غدا اللي هتكون ما بين الترجي التونسي والنادي الأهلي المصري.